دائما بمحطاتنا الصباحيه بنحاول نسلط الضوء على مواهب شبابيه مميزه تركت بصمه وانطباع خاص في مختلف مجالات الحياه. اليوم نور رح نحكي اكثر بعالم التمثيل وخصوصا الادوار الثانويه. اليوم لما بدنا نتابع اي مسلسل بتقولي مين البطل، فورا نلجا نسال عن البطل، ما ننسى انه في ادوار ثانويه، في اشخاص عم يضاهوا البطوله بالعمل، ودائما يمكن بنقول انه نجاح العمل بيتوقف على كامل فريق صحيح العمل. وهيدا في ظلم كتير كبير لكل أكيد. الممثلين اللي بياخدوا أدوار ثانوية، لأنه العمل ما بيكمل بالمجمل دون وجود هذا الممثل أو الفنان. ويمكن تسليط الضوء عليهم عم يكون أساساً منه كبير. أكيد. عم يكون تسليط الضوء أساساً على أبطال العمل، الشركة المنتجة، المخرج. في ظلم لكل ممثل يقوم بالأدوار الثانوية. يمكن اليوم حتى هيدا ناقوس خضر، أو يمكن عم نركز لحتى الناس أو المنتجين أو الشركات تنتبه شوي لهيدا التفصيل، لأنه حتى الأجور المادية تختلف من ممثل إن كان ممثل ثانوي أو ممثل بطل. يعني حتى هون الأجور بتلعب دور، فكمان صحيح. بتأثر بالإنتاج الفني. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الفنان إياد أحمد، ممثل أدوار ثانوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الأمل، وشكرا جزيلا لأنكم اهتميتوا بهذا الموضوع كثير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بداية خبرنا عن طريقك بالفن. طريق الفن هو ينشق إلى شقين، يعني ممكن يكون من الصغر كحب وشغف، وممكن يكون صدفة. فلا، أنا كان عندي اهتمام مطلق بهذا الموضوع واشتغلت عليه، ولكن اتأخرت لحتى ما راح أقول إني وصلت يعني، بس إن شاء الله للأمام بكون أحسن بكتير إن شاء الله، وبتمنى هيدا الشيء. خلينا نحكي لما نقول ممثل دور ثانوي، نعم، بيكون في ظلم حتى باللفظ لما اقول دور ثانوي. يعني بدنا نبلش يعني من كان من تسليط الضوء لتعامل الشركه المنتجه من خلال الاجور لحتى التسويق له، حتى الشهره والمعرفه. ونحن بنعرف انه العمل الفني ما بيكمل لولا وجود يعني كل القائمين على هيدا العمل. في ظلم قديش بتحس اليوم لهيدا الممثل؟ هذا الظلم موجود فعلا، لانه الدور الثانوي بيعتبروه مهمش، ولكن هو له اثر كبير وله عمل كبير. الدور الثانوي ممكن يقدم معلومة جديدة، هالمعلومة ممكن تنتقل بالممثل من حال إلى حال. صحيح. فممكن يكون هذا الممثل الدور الثانوي طبيب، وممكن يكون البطل مريض، فرح يحتاج الطبيب، وهذا الطبيب يمكن يخبره أنه هو بحالة مطر خطير، مرض خطير. فشوفي شو ردة فعل هون الممثل رح تكون، بالانهزام، بالاستسلام، بأنه يكون رجل شرير يتحول لخير لأنه بسبب دنو أجره. فإذا هون الدور الثانوي شو عمل؟ كان في له حلقة وصل ونقل، نقل كبير بردة فعل الممثل البطل. طيب لازم الأخرى، لازم يعني تسليط الضوء بهذا الشأن. هي عم نحكي عن الشق الفني، النقاط الأخرى إن كان مثلا بتسليط الضوء عليه فنيا من خلال الشهرة أو التعامل أو الشركة المنتجة أو حتى الأجور المادية. هل في تقصير بالاجور الماديه، وفي تقصير كثير بالاهتمام. يعني راح من باب الدعابه، يعني وقت اللي بيحتفلوا بنهايه المسلسل بدهم يقطعوا قالب جاتو او شيء، فنحن حتى بهي مهمشي. عرفتي كيف؟ تمام. يعني مثل ما عم نشوف على الشاشه عم يتم تكريمك من مجله عراقيه. لا. خبرنا اكثر عن هذا التكريم، قديش بيعني لك اليوم، قديش بضيف لك على الصعيد الشخصي والعملي. طبعا التكريم المعنوي كثير جميل، وكثير حاله مهمه بحياه الطموح. هذا التكريم كان من قبل مجله عراقيه عملت معي لقاء. طبعا هي مجله ورقيه موجوده بالعراق واحدثت من جديد بسوريا. فكان الاحتفال بالذكرى السنويه الثانيه لهم بسوريا بدمشق، ومن خلالها تم دعوتي لتكريمي. وكان كثير شعور جميل اني انا اكرم من هالمجله هي. وكنت بتمنى اتكرم كمان مثل ما حكيتوا بموضوع التهميش، اني اتكرم هون ببلدي الحبيب. ان شاء الله قريبا ان شاء الله بنتمنى. خلينا نحكي عن اذا غنى القدر. نعم. تمثيليه اذاعيه من تاليفك، خلينا نحكي عنها، وعنوانها ملفت. يعني شو المضمون؟ حلو حلو. نحن نعرف انه الاغنيه ممكن تاخذنا لمكان يفرحنا، وممكن تاخذنا لمكان يبكينا. صحيح. والقدر كذلك الامر، ممكن يرفعنا، ممكن ينزلنا، فممكن يبكينا، ممكن يفرحنا. فكيف اذا غنى القدر مع بعض؟ فهي كانت تلامس فحوى موضوع التمثيل.
كانت تاخذ جانب الفرح وجانب الحزن. تمام. إياد، شاركت بأعمال تمثيلية خلال شهر رمضان. نعم. يمكن كان لك وجود بمسلسل الزند، خلينا نوضح أكثر عن هيدا العمل. كان هي مشاركة شحيحة شوي ولكن مهمة ممتعة بجانب أبطال كثير. شو كان دورك بالمسلسل؟ كان بدور معاون القاضي يلي رح يكون يقرأ البيان بالحصول على الأراضي بطريقة كثير بشعة ظلم. فكانت مشاركتي بهذا المشهد كثير حلوه وبعتز فيها جدا. والعمل لجانب قامه فنيه كبيره، يمكن انا ممثل انس طياره كمان قديش الاستاذ انس كثير حاله ايجابيه، كثير انسان ممكن تكوني معه بكافه القدرات الكامله يعني. فهو قدم لي كثير كمان حاله من الطاقه الايجابيه وساعدني أن يكون فعلا معاون القاضي يلي جاي ياخذ الاراضي بالاضافه ل البطل. طيب إذا بنرجع لنحكي عن ممثل الأدوار الثانوية اليوم، شو اللي بينقص دعم الممثلين بالأدوار الثانوية؟ يعني لخليهم فعليا مو يتصدروا المشهد، يكونوا شريكين بهيدا المشهد الفني. بدها جرأة التبني أنه حدا يتبنى ويراهن عليه، وبده فرصة بالحصول، لأنه هي مشاهد الأدوار الثانوية هي مشاهد شحيحة يعني لا تتجاوز 4-5 مشاهد أو شيء، فما بيكون عنده الممثل الأدوار الثانوية هالمساحة الكبيرة لحتى يمكن يعطي كل قدراته. ولكن إذا زكي الممثل الأدوار الثانوية يستغل كل ثانية وكل لحظة بالمشهد وبيسخر فيها كل قدراته لحتى يقدر يقنع المخرج أنه أنا موجود. هي مسؤولية مين؟ الشركة المنتجة ولا المخرج؟ لا مسؤولية أول شيء الممثل، لأنه صدقيني المخرج ولا الشركة بدها حدا يكون شاطر أو عنده طموح. تمام. يعني مؤخرا بأي عمل درامي أو أي مسلسل عم نشوف أنه البطولة ما عاد عم توقف عند شخص معين، عم نشوف شخصيات مهمة عم تقبل تأخذ أدوار ثانوية. قدي هون مهم دور المخرج بتوزيع المهام بشكل صحيح، بتسليط الضوء على كل دور ممثل. الأمر بيتوقف على نوع المشهد، هالمشهد قوي ولا لا، هالمشهد بيحتاج لممثل قوي ولا لا. ممكن يكون فعلا احنا منضيع، يعني ما عاد نعرف مين البطل لما يكون موجود اكثر من شخصيه. كثير حالي جمالي اللي حكيتي. اها تمام. كثير حالي انه الاشتراك بالبطوله بدون نحن ما نعرف ونشوف هذا الشيء بالعمل كثير حالي ايجابيه. اكيد. طيب استاذ اياد، خلينا نحكي، يعني اكيد انت بتحضر اعمال كثير من زمان، خلينا نحكي عن عمل ممكن يكون اثر فيك، تابعته او شاركت فيه بتحس فعليا اثر فيك فنيا. أكثر عمل هو كان مسلسل فوضى للمخرج سمير حسين، بوجه له كل التحية. فعلا اهتم بتفاصيل معي، يعني هو المشهد خلاني أبرز كثير من قدراتي، وفحنا بالتصوير في شيء اسمه كلوز، فأعطاني كلوز صح، أعطاني أنه أنا استمتع أنه أنا موجود، ما همشني أو أخذني من زاوية أخرى بعيدة، أنه أنا عبارة عن أداة تستخدم لأداة المشهد هذا وأمشي. لا، خلاني أشعر أنه فعلاً أنه أنا جاي لحتى أكون ممثل. يعني كمان كان لك مشاركات بشهر رمضان غير الزند؟ طبعاً. مثل كان شو؟ كان في عندنا مال القبان، بس ما بعرف إذا ممكن عرض. في عندنا مال القبان بعد لسه. مخرجي مع المخرجي رشا شربتجي، مربى العز. تمام. هون بدي اسالك، يعني بهذا المسلسل شفنا كمان في وجود للاطفال، في ربما هدول الادوار اللي ادوها هدول الاطفال قديش كمان عملت نقله مهمه، يعني اخذوا كمان مثل دور الابطال واكثر كثير. يعني عمليا مؤخرا احدثت كثير معاهد تختص بهذا الموضوع وعم تقبل الاعمار الصغيره. لانه كثير جميل انه يكون الموضوع من الصغر ويحب وشغف من الصغر. مثل ما بتعرفي العمل، مثل ما حكت الأخت العزيزة، أنه بحاجة لكل الأعمار، بحاجة لكل المستويات، بحاجة لكل الأشكال. صحيح. يعني مو بس للجميل، كمان اللي عنده مشكلة بشكله واللي عنده مشكلة صحية بجسمه ممكن يستفاد منه العمل. صحيح. أكيد. طيب بالختام، في كلمة حابب تضيفها أو توجهها بما يخص الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية لشركات الإنتاج، لنظرة أساساً المجتمع، لطريقة التعاطي معهم فنياً تكون مختلفة في المستقبل؟ أكيد بتمنى أنه يهتموا فينا كثير،
من نواحي المعنوية أكثر من المادية بتواجدنا خلال العمل، بينقصنا شوية اهتمام، ونحن بنوجه لهم الشكر بكافة الأحوال لأنه عم يخلقوا لنا فرص لنشتغل ونحقق شيء نحن نطمح له. لذلك أنا أقول كلمتي، يعني أجمل شيء بالحياة أنه الحياة تسمح له للشخص يشتغل لمرة واحدة شغلة هو بيحبها ما تفرضها عليه. أكيد نتمنى تحصلوا على الاهتمام فعليا اللي بتستحقوه. بالختام أكيد شكراً. شكرا للإخبارية، طول عمركم انتم ما بتقصروا مع حدا. شكرا، والدليل انه انا موجود معكم اليوم. كلك ذوق، يعني فعلا نتمنى لك التكريم بالايام القادمه ان شاء الله. انا بحد ذاتي وجودي معكم تكريم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا.